أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين الله تبارك وتعالى لنا في الآيات السابقة أجر الإنفاق في سبيله، سواء كان على الفقراء أو على طلاب العلم أو على المجاهدين في سبيل الله، وأن الأجر يرتفع إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. وبين الله لنا أن الإنفاق المأجور هو الذي يكون خالصا لوجهه الكريم، ليس فيه رياء وليس فيه سمعة. وهنا وصلنا إلى الآية التي تبين المفروض من الإنفاق، وهو ما يسميه الفقهاء زكاة المال. والمال في الإسلام ليس العملة الورقية أو الذهب أو الفضة، بل كل ما يتمول اسمه مال. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يخاطب الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بأن الله هو الخالق المالك الذي يستحق الطاعة، والذين آمنوا بما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنفقوا مما أعطاكم الله. المال يا إخواني عطاء الله، عطاكم الله إياه بالأسباب التي تتخذونها. والأسباب إما أن تكون عن طريق التجارة أو عن طريق الزراعة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، المراد بالطيبات هنا الجيد، لا تنفقوا الرديء. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والكسب يكون عن طريق التجارة وعن طريق الصناعة وأي طريق كان من تبادل الأموال بين الناس، هذا يسمى كسب. ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من الزروع والثمار. إذا ربنا تبارك وتعالى يفرض على المؤمن زكاة ماله، سواء كان المال مالا يكسبه عن طريق زراعة تجارة أو صناعة أو ما أشبه ذلك، أو كان عن طريق الزراعة، لأن الأصل الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وقد بيّنت السنة الحيوانات التي ترعى أيضا من الأرض، بيّنت نصابها وكيفية الزكاة منها. فهذه الآيات تبين الأمر بالزكاة بإنفاق المال، وتبين أنه فرض من قبل الله تبارك وتعالى، فرضه على المؤمنين. والآيات الأخرى والأحاديث تبين وضع الزكاة ونصابها ومقدارها ولمن تعطى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. إذن ربنا يأمرنا أن نخرج الطيب، والطيب المراد به الجيد، وليس معنى ذلك أنه ينفق ويعطي أفضل أنواع أمواله، لا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة الذين يذهبون لجباية الزكاة أن يأخذوا أجود أموال الناس. فإذا كان ليدفع زكاة الغنم، لا يفترض أن يأخذوا منه أفضل الأغنام، وأيضا لا يجوز له أن يدفع أسوأ الأغنام. في غنم ما بتسوى فلسة هزيلة ما فيها غير عظام، في غنم بتساوي خمس غنمات خمس شياه. أيضا بالنسبة للإنتاج الزراعي، في ثمار بتساوي شيء عظيم، وفي ثمار ما تساوي شيء من النخيل وإنتاج النخيل. الرديء الذي يطعمونه لحيواناتهم لا يأكلونه، ولكن
يحسن أن تأكله الحيوانات مثل الأبقار، يطعمونه الأبقار لتزداد لبنها وحليبها، فهذا لا يعطى زكاة لبني آدم. ذلك قال الله تبارك وتعالى في نفس الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تيمموا، التيمم في اللغة القصد، يعني لا تقصدوا الخبيث من المال لتنفقوه، وأنتم لو أعطيتم هذا المال لا تأخذوه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تتساهلوا تعتبروا حالكم ما أخذتوا حقكم، ولكن ما في بأس، سكتوا مكرهين أو سكتوا محرجين، لأن هذا المال ليس كالمال الذي دينتوه للشخص، أعطيته مال جيد يعطيك مال جيد ولا يعطيك مال رديء، فلا ترضى أنت، فكيف ترضى لله أن تعطيه الرديء مما رزقك؟ لأن المال الذي يعطى للفقراء يعطى لله تبارك وتعالى، لأن المتصدق ينفذ أمر الله عندما يكون مخلصا، فكأنه يعطي لله سبحانه وتعالى، والصدقة يقبضها الله تبارك وتعالى بيمينه كما مر في الحديث، يعني يسجلها للإنسان ويعطيه أجرها، فكلما كان مخلصا فيها كلما زاد الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولا تيمموا الخبيث، أيضا كلمة الخبيث تعطي معنى الحرام، يعني لا تقصدوا المال الحرام فتنفقونه في سبيل الله، أو تنفقون على الفقراء وتزعمون أنكم تتصدقون، كما كان يفعل بعض الناس جهلا منهم في بعض القرى، يذهب فيسرق ثم يتصدق ويقول والله يتباهى أمام الناس أن تصدقت. أولا التباهي بالصدقة يبطلها، وثانيا أخذ المال من حرام لا يحله إذا تصدق بجزء منه في طريق الخير. الفقير يجوز له أن يأخذه لأنه لا يعلم أنه حرام، وإنما هو محتاج للصدقة، ولكن هو آثم في هذا المال لأنه أنفق مالا خبيثا أي مالا حراما. إذن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من أجود ما كسبتم من أموالكم التي تكسبونها في طريق الزراعة أو في طريق الصناعة أو التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض من طريق الزراعة من الزروع والثمار بكل أنواعها، ادفعوا زكاتها وتصدقوا للفقراء. وطبعا السنة بيّنت أن زكاة المال في العروض التجارية في 2.5%، وزكاة المال في الزراعة ما تنتجه المزارع والأراضي الزراعية أكثر. إذا كان الأرض أو الأشجار أو الزروع تسقى بماء السماء ولا يستعان بآلة وكلفة في سقايتها، فزكاتها في 0.5%، في 105، وأما عفوا عشر في 110. وأما إذا كانت تسقى بكلفة، يحط آلات زراعية وموتورات ومضخات تسحب الماء من الأبار يسقي، فإذا كان يسقي بالأبار بالدالية يعني بوسيلة أكثر أيام السنة، فإنه يجب عليه زكاة الإنتاج الزراعي 0.5%، يعني في 105. إذن العشر إذا كانت تسقى المزروعات بماء السماء والأشجار، ونصف العشر إذا كانت تسقى بكلفة. هذا بالنسبة لما أخرجه الله من الأرض. لاحظوا يا إخواني، أطلق الكسب من طيبات ما كسبتم، لأن السبب في الرزق في البيع والشراء والصناعة هو بعمل الإنسان وجده، فنسبه القرآن إليه كسبتم. أما في الزراعة، وإن كنت أنت ترمي البذور وتسقيها أيضا كل يومين أو كل أسبوع أو كل أسبوعين في السقية التي فيها كلفة أو ليس فيها كلفة، هذه الزروع الله هو الذي أنتجها. كم من إنسان يلقي البذرة في الأرض فلا ينتج، وكم من إنسان يلقي البذرة في الأرض فتأتي المياه فتجرفه، فالله تبارك وتعالى هو الذي أنبت لكم الزرع والزيتون والرمان، ولذلك أسند الإنبات إليه: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يبين الله لنا أنه هو الذي أخرج الزراعة، فلا تبخلوا في العطاء بالنسبة للفقراء بحقوقهم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تنفقوا، إلا أن تغمضوا فيه، في قراءة تغمضوا فيه، يعني الإنسان إذا في شغلة ما بتعجبه بغمض عينيه، فكأنه بده يغمض عينيه حتى يتجاوز ويأخذ هذا المال، لأن هذا المال غير صالح غير جيد.
قال العلماء: هذه الآية نزلت في الأنصار لأن هناك رواية في ذلك. فقال البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: نزلت هذه الآية في الأنصار. كان الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها الحائط، الأرض اللي فيها نخيل، أخرجت من حيطانها البسرة يعني التمر الوسط الجيد، فعلقوه في بين الساريتين أسطوانتين في المسجد، علقوا النخل، ربطوا حبل وعلقوا فيه البسر. قال: في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمد الفقراء إلى البسر كلما جاءوا فيأكلون منه، فكان بعضهم يعمد إلى الحشف فيدخله في أقناء البسر يزعم أو يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخان. يعني كانوا يسووا حبل بين الساريتين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ويضعون البسر ويعلقونه في هذا الحبل، كل ما جاء الفقراء نائمين جالسين في المسجد يأكلون منه، فتصل هذه الأموال إلى من يحتاجها. وإذا ببعض الأنصار يعمل إلى الحشف، الحشف التمرة التي لا تصلح، التمرة السيئة ما تصلح للأكل، رديئة جدا، إما لأنها جافة أو صغيرة أو لا يوجد فيها يعني ماوية بشكل جيد، فهذه تسمى الحشف، فيضعونه بين البسر يظنون أن ذلك جائز، فأنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني يستحقون للفقراء الخبيث، واعلموا أن الله غني حميد، الله غني عن أموالكم وعن صدقاتكم، حميد سبحانه وتعالى، محمود في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، وهو غير محتاج لكم، إنه أمركم بالصدقة من ماله في الحقيقة، هو الذي أعطاكم هذا المال، الكسب الذي كسبتموه في الصناعة أو التجارة هو الذي أعطاكم الصحة والقوة والعقل لتتحركوا وتشتغلوا وتبادلوا وتصنعوا وتكسبوا، فهو الذي أعطاكم، وأيضا الزراعة هو الذي أعطاكم، والثروة الحيوانية هو الذي خلقها، فالمال ماله، عندما يأمركم أن تدفعوا من ماله الذي أعطاكم إياه وأنتم وكلاء عنه وخلفاء لله في الأرض، أمركم أن تعطوا جزءا من هذا المال الذي رزقكم إياه للفقراء، فلا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولا تبخلوا، بل نفذوا أمر الله تبارك وتعالى بشكل صحيح وجيد. ثم يلفت الله النظر إلى حالة بالنسبة للإنسان، وهي حالة البخل، من أين تأتيه هذه الحالة؟ يقول الله تبارك وتعالى في الآية التالية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان أيها الإخوة، شيطان الإنس وشيطان الجن، ثبت هذا في السنة وفي القرآن، قال تعالى في القرآن: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال في آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن الشيطان شيطان إنسي وشيطان جني، وهذا ثابت، لأن الشيطان أصله مأخوذ من شطنة، أي بعد، وكل من بعد عن رحمة الله فهو شيطان والعياذ بالله تعالى. ولكن إبليس لا يقال إلا للشيطان الجني، أما لفظ الشيطان بعمومه يطلق على الشيطان الإنسي والشيطان الجني. فربنا تبارك وتعالى يقول: الشيطان يعدكم الفقر، يعني يخوفكم في الفقر ليمنعكم عن الصدقة. الله أكبر، الشيطان يمنع الإنسان من الصدقة ويدفعه إلى البخل، ويثير في نفسه أشياء تدفعه إلى البخل، يمتنع عن الصدقة ويمتنع عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. طبعا في شيء في نفس الإنسان وهو حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، ولكن ربنا تبارك وتعالى
بين للمؤمن أنه إذا أنفق ينفق الله عليه، أنفق ينفق عليك، ينفق عليك أي ينفق الله عليه. ولله تبارك وتعالى ملك كما ورد في الحديث، له ملك ينادي كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالذي يمسك ويطيع الشيطان سيتلف ماله في النهاية والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية. وإليكم بعض القصص الواقعية التي توضح ذلك. أحد العلماء من تقريبا 200 سنة أو 150 سنة هذه الحادثة جرت، كان يحدث الناس ويأمرهم بالصدقة في المسجد، وحوله حلقة كبيرة يستمعون درسه، وكان يقول لهم: إذا أردت أن تتصدق فأسرع بالصدقة ولا تسوف، ما تأخرها، فأنت إذا أخرتها جاء الشيطان فجعلك تتكاسل حتى لا تتصدق، تأتي بوساوس وخوف من الفقر وولاده بكذا قد يحتاج كذا فيمنع. فأحد الأشخاص الجالسين في درس الشيخ حدثته نفسه أن يقوم لتوه فيذهب إلى البيت ويخرج صدقة ويتصدق. كانوا قديما في القرى يتقايضون، يعني يضع في بيته منتوج القمح منتوج كذا، وإذا احتاج إلى شيء يبادله مع شيء آخر من الآخرين. فدخل بيته هذا الرجل وملأ حرجه قمح وأراد أن يخرج، فرأته زوجته قالت: أين؟ قال: أريد أن أتصدق وعجل بالصدقة حتى لا يمنعني الشيطان. قالت له: إيه بعدين تتصدق؟ أرجع. قال: لا سأتصدق. قالت: لا تصدق، انظري أولادك صغار قد يمرضون قد يحتاجون قد كذا. شدته بالزور فجابت له 100 علة، لأنه إذا تصدق قد يحتاجون إلى هذا المال الذي سيتصدق به. فأفرغت حرجه من القمح وعاد إلى الدرس في المسجد كئيبا حزينا مطرقا. لاحظه الشيخ المدرس أنه خرج وهو مسرور مبتهج، ثم عاد بعد 10 دقائق أو ربع ساعة كئيب حزين عليه وضع مختلف يعني. عندما انتهى الدرس قام الناس، قال له: يا فلان أريدك. قال: أمرك يا شيخ، ماذا تريد؟ قال: أنت ذهبت وأنت منتعش وعدت كئيبا، ما الأمر؟ قال: والله يا شيخي أنت أمرتنا أو بينت لنا أن نعجل بالصدقة حتى لا يأتي الشيطان فيمنعنا من الصدقة. قال له: لعلك تصدقت. قال: والله ذهبت لأتصدق وملأت حرجي من القمح وإذا بأم الشياطين منعتني، يعني أم ولاده يقصد. طبعا لا يعني ذلك أن أمه أن زوجته كافرة، ولكن الشيطان عندما لم يستطع أن يمنعه من الصدقة سلط عليه زوجته، لأن المرأة تخاف على أولادها وعلى بيتها وتخاف من الفقر وتخاف من الحاجة، فأصرت عليه أن يفرغ حجره من القمح. ولذلك يا إخواني المؤمن لا ينبغي أن يأبه أو يرتبط بأفكار الشيطانية التي تأتيه من الشيطان الإنسي أو من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والعياذ بالله تعالى. أحد الأشخاص توفي رحمة الله عليه، توفي منذ 20 سنة، قال لي: كان له صديق عزيز عليه وعنده مال كثير، فكان لا يدفع الزكاة. قال: فوعظته: يا أخي أنت أحبك، ادفع الزكاة، والله الدنيا لا تغني عن الآخرة. يقول: والله الأولاد الصغار لسه يحتاجون. يقول له: الله يرزقك ويرزقهم. ما يرضى، مرات ومرات وكرات. بعد ذلك قال: هجرته. قلت له: إن كنت لا تدفع الزكاة وأنا أعلم ذلك لا أتخذك صديقا، سلام عليكم السلام، ولكن لا أختلف بك وأنا زعلان منك إلى آخره. قال: بعد فترة مات الرجل وخلف ثروة كبيرة، وبينما أنا بعد 5 سنوات جالس في مكاني في محلي، وإذا بي يمر بي شاب يعني، يقول: يا عم من مال الله ساعدني. ذاك كان الذي لا يدفع الزكاة يحتج أن أولاده صغار يخاف عليهم. قال: جاء هذا الشاب فنظرت إليه كأني أعرفه، قلت له: أيها الشاب من أنت؟
قال أنا قلت ماذا يقربك فلان على صديقه؟ قال هذا والدي. قال يا ابني خلف والدك ثروة كبيرة، أين ذهبت؟ قال والله لم يبق منها شيء، وأنا الآن بحثت عن عمل لا أجد، لم أجد عمل، وأنا أتكفف الناس حتى أطعم زوجتي وعيالي، أتزوج لأني. يقول لهذا الرجل رحمة الله عليه، يقول سبحان الله، كان يخاف على أولاده الفقر فلا يدفع الزكاة، وترك ثروة كبيرة لأولاده، ولكن الله لا يريد أن يبقيها لهم لأن فيها مال حرام، مال حق الفقراء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء أيها الإخوة معناه كل ما قبح من القول والفعل. إذن الشيطان لا يكتفي فقط في البخل، يأمركم بالفحشاء بالأعمال الفاحشة، والبخل من الفواحش، يأمركم بالمحرمات، يأمركم بالزنا، يأمركم بالفجور. فإذا أمره بمعصية الله، معصية الله تحتاج لإنفاق مال، يشجعه في إنفاق المال على المحرمات ويخوفه من إنفاق المال في الحلال والعياذ بالله تعالى. ولذلك شهدت من بعض التجار والعياذ بالله تعالى، ليس كلهم، هناك أناس مخلصون محبون لله ورسوله، الله يثبتنا ويثبتهم على الحق. شهدت من بعض التجار عندما كنت استدعى أول مجيئي من الخارج إلى سوريا بعد أن هجرت فترة 40 أو 50 سنة، عندما رجعت كان يستدعيني الأبن كل فترة، فشهدت تاجرا من التجار عند مسؤول الأمني، وهو من نصيري هذا المسؤول، فقلت له ماذا يفعل هذا هنا؟ قال هذا يتصدق على الأمن، يعني يعطيهم فلوس. طيب تعطي فلوس للأمن الذين يقتلون الناس ويؤذونهم، وزكاة مالك للفقراء من أقاربك، سألت أن أقاربه محتاجون ولا يعطيهم شيء، هل هذا إسلام؟ هل هذا يجوز؟ أي زكاة تقبل إن كنت تعطيها للطغاة والظالمون الذين يضربون الناس وتمنع عنها أقاربك الفقراء؟ أسأل الله العافية. ولذلك الله تبارك وتعالى يبين لنا أن المؤمن يعطي ماله لمستحقيها حسب ما أمره الله وبإخلاص لله، وتختم الآية بقوله تعالى والله واسع عليم، أي الله لا يحتاج إلى صدقاتكم، فهو كما رزقك يرزق الفقير، يستطيع أن يرزقه ويستطيع أن يمنع عنك الرزق، فهو واسع في رزقه، عليم عباده وبما ينفقون وبنفوسهم وبأهدافهم، لا تخفى عليه خافية. ثم يقول سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، فالعاقل حكيم يطيع الله ويعلم أن طاعة الله تفيده في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا محبة الناس وزيادة الرزق لا نقصانه، وفي الآخرة الجزاء العظيم من الله تبارك وتعالى. فهذه الحكمة، لذلك العلم هو الحكمة الذي يدل ويفتح العقل ويدل على طريق الخير. يقول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة إذن الإصابة في القول والعمل، وضع الأمور في مواضعها، وأعلى أنواع الحكمة النبوة. فالمراد بها هنا يؤتي الحكمة، أي يؤتي العلم من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من آتاه الله العلم فقد آتاه خيرا كثيرا. لذلك أيها الإخوة المؤمنون احرصوا على مجالس العلم لتستفيدوا وتتقربوا من الله تبارك وتعالى، مجلس علم تتعلم فيه بابا من أبواب الفقه والعلم خير من أن تصلي 100 ركعة، 100 ركعة نفل، ها مو مثل بعض الجاهلات، كنت أدرس فإذا قالت لي أنا مع والدي في مكة عشت 10 سنوات، إذن الله 20 سنة ما بصلي لأنه كل صلاة كذا صلاة، لا كذا صلاة في الأجر وليس في إسقاط الصلاة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رزقه الله مال وجعله ينفق في الخير وفي الحق في منفعة نفسه وفي منفعة المسلمين، كل هذا خير وكل هذا حق. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها، يعني يقضي بها بالعلم بين الناس، بالعلم بالشرع ويعلمها للناس، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما ينتفع بالموعظة وبالحكمة إلا من آتاه الله
لبا وعقلا ينتفع بهذه الحكمة ويرى الشيء الكثير من نتائج هذه الحكمة ومن نتائج هذا العلم الذي يعلمه إياه الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.